طب اقول لكم على حاجه، انا هفاجئكم مفاجاه بس. تعالى يعني بصوا يا جماعه، عاده كل فنان بيبقى له دور في حياته، زي ما في ناس في يوم من الايام بتبقى قدمتنا وساعدتنا ان احنا نعمل خطوات ونطلع قدام جمهور في حفلات كبيره كنت لسه ما اتشهرتش. انا بحب صوت علي، علي بتشرف بان هو وفرقتي كلهم ورايا، علي بيغني وصوته حلو قوي ومعايا في الكورال، فاسمع له سقفه كبيره عشان كلكم تسمعوا صوته دلوقتي. نعمل أغنية لعلي تنزل بعد كده ولا إيه؟ أسمع